أعزائي متابعي كرة القدم في كل مكان، نقدم لكم اليوم موعد وتوقيت مباراة النجم الساحلي والنادي الصفاقسي التونسي التي تقام بالجولة الخامسة من دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، حيث تقام المباراة اليوم الأحد 10 مارس 2019. تابعونا لمزيد من التفاصيل لنهاية الفيديو. وتقام مباراة النجم الساحلي والنادي الصفاقسي التونسي اليوم على ملعب الطيب المهيري، ويدير المباراة تحكيميا الحكم الجزائري مصطفى غربال. وتقام مباراة النجم الساحلي والنادي الصفاقسي اليوم الأحد 10 مارس في تمام الساعة 6:00 بتوقيت مصر وليبيا والسودان، والخامسة بتوقيت تونس والجزائر، والثامنة بتوقيت الإمارات، والسابعة بتوقيت السعودية والعراق والكويت وسوريا، والرابعة بتوقيت جرينتش والمغرب. وتذاع مباراة النجم الساحلي والنادي الصفاقسي اليوم بث مباشر عبر قناة بين سبورت اتش دي 1، ويعلق عليها المعلق الرياضي نوف الباشي. في نهاية الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس ليصلكم جديد مواعيد مباريات كرة القدم يوميا والقنوات الناقلة لها.